السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثامنة من قناة الموريتانية نشرت الأخبار وفي أبرز عناوينها: رئيس الجمهورية يغادر العاصمة نواكشوط متوجها إلى باريس للمشاركة في القمة الدولية حول المناخ وفي الاجتماع الرفيع المستوى حول الساحل. جثمان الدركي الشهيد عيسى حمادي والصنبا يصل إلى العاصمة نواكشوط قادماً من مدينة برايا بجمهورية وسط أفريقيا. وتتابعون في ملف النشرة: التحول النقدي الجديد آفاق واعدة. أهلا بكم إلى التفاصيل. غادر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز نواكشوط مساء اليوم متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة الدولية حول المناخ وفي الاجتماع الرفيع المستوى حول الساحل. وودع رئيس الجمهورية لدى مغادرته مطار نواكشوط الدولي أم التونسي من طرف الوزير الأول السيد يحيى الحدامين وعدد من أعضاء الحكومة والمدير المساعد لديوان رئيس الجمهورية وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية وسعادة السيد جويل ماير سفير فرنسا المعتمد لدى موريتانيا. وترافق رئيس الجمهورية في هذا السفر السيدة الأولى مريم التحمد الملقبة تكبر ووفد هام يضم السادة ديالو مامادو باتيا وزير الدفاع الوطني، أميدي كامرا وزير البيئة والتنمية المستدامة، أحمد الباهية مدير ديوان رئيس الجمهورية، عائشة تمحيحم سفيرة موريتانيا لدى فرنسا، الحسن الأحمد المدير العام لتشريفات الدولة. وصل مساء أمس إلى نواكشوط شثمان الدركي من الدرجة الرابعة الشهيد عيسى حمادي والصنبا قادما من مدينة برايا بجمهورية وسط أفريقيا. وقد استقبل جثمان الشهيد لدى وصوله مطار نواكشوط الدولي أم التونسي من طرف وزراء الدفاع الوطني والعدل والداخلية واللامركزية وقائد أركان الدرك الوطني ووالد الشهيد وعدد من أفراد أسرته. وسلم وزير الدفاع الوطني لوالد الشهيد وسام فارس في نظام الاستحقاق الوطنية والعلم الوطنية وقبعة الدركي. مطار أم التونسي الدولي يستقبل جثمان الشهيد الحي عيسى حمادي صنبا الذي سقط شهيدا في ساحة الشرف حينما تعرضت فرقة الدرك الوطني العاملة في جمهورية وسط إفريقيا إلى عملية غدر جبانة نفذتها عصابة خارجة عن القانون في الرابع من الشهر الجاري وأسفرت عن استشهاد الجندي الشهيد عيسى حمادي وجرح 2 من رفاقه. على رأس المستقبلين وزراء الدفاع والعدل والداخلية على التوالي السادة جلو مامادو باتا مختار جاملال أحمد والعبد الله وبرفقتهم القائد العام للدرك الوطني الفريق سلطان محمد أسواد والقائد العام المساعد للدرك الوطني اللواء عبد الله للشيخ أحمد عيشة. بعد المراسيم العسكرية لاستقبال الشهيد البطل قدم وزير الدفاع الوطني السيد جلو مامادو باتا خالص العزاء لأسرة الفقيد باسم رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما تم منح الشهيد الحي وسام فارس في نظام الاستحقاق الوطني. إلى جامع ابن عباس حيث تجمهر المئات من المواطنين لأداء صلاة الجنازة وتشييع جثمان الشهيد فقيد الوطن عيسى حمادي. ولد الفقيد في 29 إبريل عام 87-900 في مدينة نواكشوط. حمله الشغف بحب الوطن إلى الالتحاق بصفوف قوات الدرك الوطني عام 2010. ظل يشهد له رفاق دربه بالانضباط والجد ويشهد له ذووه بكونه برا لوالديه طيب السريرة حسن الخلق بشوش الوجه وبقي مواظبا في عمله حتى سقط شهيدا في ساحة الشرف. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه وألهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. رحمة الله على الفقيد. في موضوع آخر، تمخضت أشغال المؤتمر الرابع للوزراء الأفارقة المكلفين بالحالة المدنية الذي احتضنته بلادنا عن انتقال رئاسة الدورية للمؤتمر إلى موريتانيا لمدة سنتين وإصدار إعلان نواكشوط الذي اعتمد بالإجماع من طرف المؤتمر. وبهذه المناسبة أكد وزير الداخلية واللامركزية أن التوصيات التي تضمنها إعلان نواكشوط
تؤسس لمجتمع إفريقي واع بأهمية تسريع وتحسين تسجيل أحداث الحالة المدنية. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. معالي السادة الوزراء، السيد مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الإفريقي، السيد ممثل اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، السيد ممثل البنك الإفريقي للتنمية، السادة رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في مؤتمر نواكشوط، أيها الحضور الكريم، بمناسبة اختتام الدورة الرابعة لمؤتمر الوزراء الأفارقة مكلفين بالحالة المدنية التي احتضنتها عاصمتنا نواكشوط يوم 7/8/2017، يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للسادة الوزراء المكلفين بالحالة المدنية في دول الاتحاد الإفريقي ولمعالي وزراء الصحة الذين كان حضورهم عامل إضراء ونجاح لمؤتمر نواكشوط. والشكر موصول كذلك للسادة الرؤساء وأعضاء وفود الدول المشاركة بهذه الدورة والذين بلغ عددهم 52 دولة من أصل 55 تشكل دول أعضاء بالاتحاد الإفريقي، مما يعكس حجم وتنوع الحضور في هذا المؤتمر. ولا يسعني هنا إلا أن أتقدم بالشكر لسعادة السيد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عبر ممثله سعادة السيد مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد على التعاون الوثيق بين موريتانيا ومفوضية الاتحاد الإفريقي. ولا يفوتني في هذا المقام إلا أن أعبر لكافة شركائنا بالتنمية عن عظيم الشكر والامتنان، وهنا أخص بذكر كل من اللجنة الاقتصادية لإفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية. سيداتي سادتي، لقد تم خضم المؤتمر الرابع لوزراء الأفارقة المكلفين بالحالة المدنية عن إعلان نواكشوط الذي تم اعتماده من طرف المؤتمرين وتضمن العديد من التوصيات الهامة التي تعكس بجلاء نجاح هذا المؤتمر وتؤكد أهمية نتائجه، والتي من ضمنها نذكر على سبيل المثال دعم الجهود الرامية إلى تقديم الدعم الدولي للأعضاء من أجل إجراء تقييم شامل لنظام التقييد في سجلات الحالة المدنية بغيته وضع التحسينات والاستراتيجية وتحديد خطة العمل. ثانيا، تثمين دور وزراء الصحة الأفارقة في تحسين العملية المتعلقة بتسجيل الموالد والوفيات بما في ذلك جميع المعلومات حول أسباب الوفيات. ثالثا، تأكيد الحاجة إلى إنشاء لجنة إفريقية مسؤولة عن تسجيل الحالة المدنية. رابعا، اعتماد المقترح الموريتاني المتعلق بقيام مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية والشركاء ممثلين باللجنة الاقتصادية بإفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية باتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم ورشة عمل تحت عنوان بناء القدرات في مجال التسجيل المدني والإحصائيات الحيوية في سنة 2018 بنواكشوط. خامسا، تشجيع الدول الأعضاء وكذلك جميع شركاء التنمية في إفريقيا على دعم القدرات المؤسسية لجميع الجهات الإفريقية الفاعلة المسؤولة عن التسجيل المدني والإحصائيات الحيوية. أيها السادة والسيدات، إن التوصيات التي تضمنها إعلان نواكشوط تؤسس لمجتمع إفريقي واعي بأهمية تسريع وتحسين تسجيل أحداث الحالة المدنية والاستفادة منها بالإحصائيات الحيوية، وهي توصيات تتقاطع مع السياسة الموريتانية في مجال الحالة المدنية التي أدرك فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز مبكرا أهميتها، وتعمل حكومة معالي الوزير الأول المهندس يحيى الحدامين على إرساء دعائمها. وهنا أؤكد لكم أننا سنعمل جاهدين خلال فترة رئاسة موريتانيا على تحقيق هذه التوصيات الواعدة. وفي الأخير، أجدد الشكر والامتنان لأشقاء الوزراء الأفارقة المكلفين بالحالة المدنية وبالصحة، متمنيا للجميع عودة ميمونة، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتركزت التوصيات التي ضمنها المؤتمرون إعلان نواكشوط على اعتماد المقترح الموريتاني المتعلق باتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم ورشة عمل تحت عنوان بناء القدرات في مجال التسجيل المدني والإحصائيات الحيوية،
في سنة 2018 في نواكشوط ودعم الدول الأعضاء لإجراء تقييم شامل لنظم التقييد في سجلات الحالة المدنية وتثمين دور وزراء الصحة الأفارقة في تسجيل المواليد والوفيات. المؤتمر الرابع لوزراء الاتحاد الإفريقي المكلفين بالحالة المدنية المنعقد بنواكشوط يختتم أشغاله بتولي موريتانيا رئاسته الدورية لمدة سنتين وإصدار إعلان نواكشوط المتضمن اعتماد مقترح موريتانيا الداعي إلى قيام الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع موريتانيا واللجنة الاقتصادية لإفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية بالتحضير لتنظيم ورشة عمل في نواكشوط سنة 2018 حول بناء القدرات في مجال التسجيل المدني والإحصائيات الحيوية. إعلان نواكشوط تضمن العديد من التوصيات تتعلق بدعم الدول الإفريقية في إجراء تقييم شامل لنظم التقييد في الحالة المدنية ودعوة الشركاء في التنمية إلى دعم القدرات المؤسسية للجهات المسؤولة عن التسجيل المدني والإحصائيات الحيوية في إفريقيا مع نقاط أخرى. يطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي تنفيذ المقرر بشأن تخصيص 0.15% من الميزانية الوطنية لتعزيز النظم الإحصائية الفعالة في إفريقيا بما في ذلك نظم التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية. يطلب من الاتحاد الإفريقي المشاركة في بناء القدرات في المجالات الوظيفية ذات الصلة بالتسجيل المدني والإحصاءات الحيوية داخل إدارة الشؤون الاقتصادية لمفوضية الاتحاد الإفريقي. يشجع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا على زيادة عدد العاملين بالأمانة بما يخص برنامج إفريقيا للتعجيل بتحسين التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية. يهيب بالدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وجميع الشركاء الإنمائيين الإفريقيين بمن فيهم اللجنة الاقتصادية لإفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية ببناء القدرات المؤسسية لجميع الجهات الإفريقية الفاعلة المشاركة في نظم التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية. توصيات المؤتمر نالت تزكية الاتحاد الإفريقي حيث تعهد مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد باعتمادها في السياسات التي تنفذها المنظمة. وفي ختام المؤتمر المنظم من طرف موريتانيا والاتحاد الإفريقي بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لغرب إفريقيا بالأمم المتحدة والبنك الإفريقي للتنمية أصدر المشاركون ملتمس شكر وتقدير لرئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز والحكومة الموريتانية على دقة التنظيم وظروف الإقامة. أشرفت مساء أمس بالعاصمة نواكشوط وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة نائبة حمدي والمكناس على تدشين قاعة النخيل للخدمات التي تتوفر على عدة أجنحة ومستلزمات ضرورية لتنظيم الندوات والحفلات. وبهذه المناسبة قالت مديرة قاعة النخيل الفنانة قرمي بن سدوم واللاب في كلمتها بالمناسبة إن إنجاز هذا المشروع الخدمي سيعزز المنظومة الخدمية في المجالات الثقافية والفنية والسياحية ودعم البنية التحتية لتواكب المتطلبات المتزايدة في هذا المجال. جرت مراسم تدشين قاعة النخيل للخدمات بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ووالي نواكشوط الغربية وعدد من الشخصيات الثقافية والفنية. أسدي الستار في مدينة تيشيت على فعاليات النسخة السابعة بمهرجان المدن القديمة المنظم بهذه المدينة والذي انطلقت فعالياته تحت إشراف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز في ذكرى المولد النبوي الشريف. وتضمن حفل الاختتام المنظم بهذه المناسبة توزيع الجوائز والشهادات التكريمية على الفائزين في المسابقات المدرجة ضمن فعاليات هذه النسخة. النسخة السابعة لمهرجان المدن القديمة التي احتضنتها مدينة تيشيت لهذا العام وانطلقت فعالياتها تحت إشراف رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف. تميز حفل اختتامها بتوزيع جوائز نقدية وشهادات تكريمية على الفائزين في المسابقات المدرجة ضمن فعاليات هذه النسخة، حيث فازت مدينة ولاتة بالجائزة الأولى في القرآن الكريم، في حين أحرزت تيشيت جائزة الحديث والسيرة النبوية، ونالت مدينة شنقيط جائزة الشعر الشعبي. وحصل مسجد تيشيت على تشجيع، كما فازت مدينة وادان بجائزة اللعبة المعروفة محليا بضامت.
وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أشاد بما حققته هذه النسخة من نجاحات باهرة على كل المستويات. لقد قضينا 7 أيام بلياليهن كانت كلها حافلة بالمحاضرات العلمية والمسابقات العلمية والتقليدية وبالأماسي الثقافية والفنية والأدبية وبالعروض والمعارض الشيقة من التراث والصناعة التقليدية والمنتجات والمتاحف إلى غير ذلك من المعارض والأنشطة التي أثرت وأغنت هذه الأيام وهذه الليالي والتي شاركها فيها الجميع وأثراها الجميع. وقد تميزت هذه النسخة بعدة أمور. الأمر الأول هو الحضور النوعي والمكثف الذي حضر إلى تشيت رغم وعورة الطريق، وذلك تمثل في الحضور الأجنبي سواء كان العربي أو الإفريقي أو دول الجوار أو العالم الأوروبي، خصوصا الوفود التي جاءت من فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية. كما تميزت هذه النسخة أيضا من ناحية الشكل والقالب الخارجي بدقة في التنظيم ولمسات فنية وتقنية شهد بها الجميع وأعطت ألقا ووهجا لهذه النسخة. وقد أسدل الستار على فعاليات نسخة تشيت بعد أسبوع من النشاطات الثقافية المتنوعة والفعاليات المتعددة. وتتابعون في ملف النشرة: التحول النقدي الجديد آفاق واعدة. قبل ملف النشرة، تحتفل المجموعة الدولية يوم غد باليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار 70 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة أكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنسانية أن حالة حقوق الإنسان في بلادنا عرفت في ظل القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز تقدما جليا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. أيها السادة، أيها السيدات، تخلد بلادنا غدا على قرار المنظومة الدولية اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يوم 10 ديسمبر 1948. لقد شكل هذا الإعلان حدثا بارزا في تاريخ البشرية لما تضمنه من قيم ومبادئ أجمعت الأمم الراقية أن تجعل منها ميثاقا عالميا يحمي ويصون كرامة الإنسان ويقف حاجزا منيعا ضد التجاوزات والانتهاكات التي عانت منها البشرية نتيجة للحرب العالمية الثانية. أيها السادة والسيدات، لقد شهدت حالة حقوق الإنسان في بلادنا سنة 2017 وفي ظل القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز تقدما ملحوظا ومعتبرا تجلى من بين أمور أخرى في مواصلة الجهود الرامية إلى القضاء على مخلفات الاستقاق والتحسين من الظروف المعيشية نزلاء السجون والوقاية من التعذيب ومحاربة الممارسات الضارة بالمرأة والطفل، وهي جهود مرضية ثمنتها المنظومة الدولية عاليا. أيها السادة، أيها السيدات، مثل تكريس نهج الديمقراطية بما يتضمن من تشاور وحوار مؤشرا واضحا على الإرادة الصادقة لصاحب الفخامة السيد محمد بن عبد العزيز الرامية إلى ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات. وقد نتج عن هذا النهج موافقة الشعب الموريتاني في استفتاء 5 أغسطس 2017 على التعديلات الدستورية التي أفضت إلى إعادة الاعتبار لمقاومتنا الوطنية وتثمين تضحيات قواتنا المسلحة وقوات أمننا. أيها السادة، أيها السيدات، إن أولويات حكومة معالي الوزير الأول السيد يحيى الحد أمين مصابة أساساً على اعتماد مشروع طموح لبناء مجتمع متقدم يقوم على دولة القانون وترسيخ الديمقراطية ونشر العدالة
واحترام الحريات عبر تطوير وتعميم الخدمات الاجتماعية الأساسية لصالح كافة الشعب الموريتاني. وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عملت الحكومة على اعتماد استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك لسنة 2016-2030، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم والمياه والإسكان والطاقة والتشغيل وما إلى ذلك من خدمات تهدف إلى محاربة الفقر وتسريع وتيرة النمو، كما أن محاور أخرى مثل إصلاح الإدارة وترسيخ الحكم الرشيد ومكافحة الفساد ظلت تحظى بالعناية والأولوية من لدن السلطات العليا في البلد. بما يتعلق بالتعاطي الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، فقد قبلت الحكومة جميع طلبات زيارات المقررين الخاصين، حيث استقبلت بلادنا هذه السنة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب، المقررة الخاصة بالرق وأشكاله المعاصرة، اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، اللجنة الإفريقية لحقوق ورفاه الطفل، واللجنة حقوق الإنسان العربية. وفي نفس السياق لا يفوتني إلا أن أعبر عن ارتياحنا لاختيار بلادنا لاحتضان الدورة 62 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والذي ستجرى أعمالها في المخطوط في الفترة ما بين 25 إبريل إلى 9 مايو 2018. كما قامت الحكومة في إطار التعاطي الإيجابي مع الآليات الدولية بإعداد وإيداع التقارير المقدمة إلى لجان المعاهدات طبقاً للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وستشهد السنة المقبلة إن شاء الله حواراً تفاعلياً مع مختلف هذه الهيئات. إن هذه المكاسب ما كان لها أن تتحقق لولا الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز الهادفة إلى تبوي موريتانيا مكانتها اللائقة بين الأمم المتحضرة. أيها السادة، أيها السيدات، في مجال محاربة الاسترقاق قامت الحكومة على مدى 3 سنوات بتنفيذ توصيات خارطة الطريق للقضاء على مخلفات الرق وإشكاله المعاصرة، وذلك عبر تعزيز الترسانة القانونية بهذا المجال والقيام بعدة حملات تحسيسية وتنفيذ العديد من البرامج الاقتصادية والاجتماعية لصالح الفئات المستهدفة. كما قامت بالتعاون مع الشركاء المعنيين بتقييم شامل لما تم إنجازه في إطار تنفيذ خارطة الطريق. وفيما يخص الوقاية من التعذيب، فقد بدأ عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المنشأة بموجب القانون رقم 034/2015 فعليا، مما أسهم في توفير كل الضمانات المطلوبة للوقاية من التعذيب وغيره من الممارسات اللا إنسانية والمهينة. وقد عكف قطاعنا على تعزيز قدرات القائمين على إنفاذ القانون والفاعلين الوطني الآخرين، خاصة المنظمات الغير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، حيث نظم عدة ورشات تكوينية لصالحهم. ومن أهم ما أنجز هذه السنة النشاطات التي قام بها مركز الإعلام والتحسيس والتوثيق التابع لقطاعنا، والذي عهد إليه بتقديم صورة حقيقية عن حالة حقوق الإنسان في البلد والمساهمة في دعم قدرات الفاعلين الوطنيين المعنيين. أيها السادة، أيها السيدات، إن موريتانيا عاقدة للعزم عبر مختلف برامجها واستراتيجياتها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتعامل مع كافة شركائها. وبهذه المناسبة أدعو جميع الفاعلين الوطنيين والشركاء في التنمية إلى المساهمة الفعالة في هذا التوجه الذي يعطي لحقوق الإنسان وحرياته العناية والرعاية اللائقتين. والله ولي التوفيق، وأشكركم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. انطلقت اليوم بالعاصمة أشغال الدورة 11 للمديرين العامين الجهويين للأجهزة الإحصائية على مستوى الاتحاد الإفريقي، ويتضمن جدول أعمال هذا اللقاء المنظم بالتنسيق مع المكتب الوطني للإحصاء في بلادنا مناقشة تحديث إنتاج الإحصائيات في أفريقيا واستعراض تنفيذ الميثاق الإفريقي للإحصاء والاستراتيجية الإحصائية.
الدورة 11 للمديرين العامين الجهويين للأجهزة الإحصائية على مستوى الاتحاد الإفريقي تلتئم في نواكشوط لمناقشة وتحديث إنتاج الإحصائيات في إفريقيا واستعراض الميثاق الإفريقي للإحصاء والاستراتيجية الإحصائية. الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية أكد في كلمة الافتتاح أن نتائج هذا اللقاء المشترك سيكون لها الأثر البالغ في توجيه السياسات التنموية في القارة. ينعقد اجتماعكم هذا وغالبية بلداننا اعتمدت أهداف الألفية للتنمية 2030 والتي تأخذ حيزا معتبرا في استراتيجي النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016-2030 التي تبنتها موريتانيا مؤخرا كمرجع للمسيرة التنموية الوطنية. وتلعب الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء 2016-2020 التي ينفذها المكتب الوطني للإحصاء دورا أساسيا لقياس خطة عمل الاستراتيجية التنموية، وذلك من أجل مواكبة الجهود التنموية الحديثة. المدير العام للمكتب الوطني للإحصاء بيّن الأهداف العامة لهذه الدورة. يأتي انعقاد هذه الدورة الهامة في إطار تطوير العمل الإحصائي الإفريقي المشترك، وذلك من خلال تبادل التجارب واستعراض الرؤى حول ابتكارات في مجال الإحصاءات وخاصة الرسمية منها. إن تعزيز التنسيق المشترك من خلال تفعيل دور الاتحاد الإفريقي يعتبر أداة مهمة لتطوير الخدمات الإحصائية على مستوى قارتنا. من جهته ثمن مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الإفريقي السيد فيكتور هارسون استضافة موريتانيا لهذا اللقاء الإفريقي الهام الذي يعبر عن الدور الأساسي لموريتانيا وتجربتها المتميزة في مجال الإحصائيات، معبرا عن شكر الاتحاد وتقديره لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز وللحكومة والشعب الموريتانيين على ما بذلوه من جهد سينعكس إيجابا على النقاشات والتوصيات التي ستتمخض عن هذا المؤتمر. الدورة التي تستمر لثلاثة أيام سيتم خلالها كذلك مناقشة حالة إنتاج ونشر الإحصائيات الاقتصادية في إفريقيا ودراسة المعهد الإحصائي للاتحاد الإفريقي ومركز التدريب الإحصائي للبلدان الإفريقية. انتقل إلى جنات الخلد المغفور له بإذن الله تعالى الشاعر الكبير والمهندس الشيخ البلعمش إثر وعكة صحية مفاجئة، وقد عرف الفقيد بالعديد من الخصال الحميدة وبدفاعه المستميت عن كل القضايا العادلة. يا قلب امرؤك أن تخشى الإله فلا نعمة تدوم ولا بلوى ولا حوب، وإن تنكرت الدنيا وضقت بها ذرعا تعز فأمر الله مكتوب. بحزن وأسى ودعا الموريتانيون المهندس الشاعر الشيخ البلعمش الذي غيبه الموت فجأة فجر الجمعة في مدينة نواذيبو، لتفقد البلاد برحيله مهندسا كفؤا وشاعرا فذا كرس مشواره المهني والأدبي لخدمة الوطن والانحياز للقضايا العادلة فترة حياته التي لم تطل بمقياس الزمن وإنما بمقياس العطاء. من قرية محارث بولاية أدرار بدأت قصة نبوغ الفتى العبقري المولود بها سنة 73 و900 ألف، وظل متميزا في جميع مراحل مساره الدراسي الذي ختمه بشهادة الهندسة الميكانيكية ليعمل مهندسا بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم دون أن يؤثر ذلك على ملكته الأدبية أو يحد من شاعريته، فجمع بجدارة واقتدار بين التخصص العلمي والموهبة الأدبية، فكان حضوره متميزا في المحافل الثقافية الوطنية والعربية، ومثل بلاد المليون شاعر خير تمثيل في تظاهرات ومسابقات شعرية من أبرزها مسابقة أمير الشعراء في موسمها الخامس. عرف عنه تعلقه بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وغزارة شعره في مدحه، وتمسكه بثوابت الأمة الإسلامية والعربية بدءا بالقضية الفلسطينية والقدس التي كانت آخر ما شغل اهتمامه في حياته قبل أن يرحل واثقا من النصر معلنا استحالة موت الأمة الإسلامية المتشبثة بتوحيد خالقها. داوي الهوى برسول الله وارض به، نعم المجانين فيه والمجاذيب. رحم الله الشاعر المهندس الشيخ البلعمش وأسكنه فسيح الجنان، إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله الفقيد.
في موضوع منفصل، أعلن حزب الكرامة خلال اجتماع عقده بمقره اليوم بحضور عدد من نطوره ومناضليه عن شجبه وإدانته الشديدة للقرار القاضي بنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مدينة القدس الشريف. ووصف رئيس الحزب السيد شيخنا محمد حاجبو في كلمته بهذه المناسبة القرار بالعدواني الغاشم والآثم. المتدخلون خلال الاجتماع من نطور الحزب ومناضليه إضافة إلى ممثل السفارة الفلسطينية في نواكشوط أجمعوا على إدانتهم لقرار نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مدينة القدس الشريف، داعين الرئيس الأمريكي للتراجع عنه على الفور. رئيس حزب الكرامة السيد شيخنا محمد حاجبو قال بأن حزبه قد قرر إعلان يوم 2 أكتوبر من كل عام المصادف ليوم تحرير القدس يوما للقدس في موريتانيا. احنا في حزب الكرامة هذا الإعلان اللي عدل الرئيس الأمريكي ترامب سبق أن أصدرنا بخصوصه بيانا تم توسيعه، ولكن اقتضى عندنا نتيجة لخطورة الموقف الأمريكي، خطورة هاي القرار، استشعرنا هاي الخطورة كحزب سياسي وطني، واستشعروها مناضلينا، وبالتالي هذا اللي حصل عندنا في تقدير هذا الموقف وهذا القرار. يلا ذاك اللي حصل عندنا فيه من التقدير خطورته على 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 علينا كأمة وعلى الفلسطينيين وعلى القدس وعلى الإنسانية بشكل عام. يا الله ذاك اللي حصل عندنا من فهم خطورته واستيعابها على المستقبل وعلى الإنسانية قاع بشكل عام أن نوصله للآخرين. وبالتالي قررنا في الحزب أن نعدل يوم للقدس، هذا اليوم يوم 2 من أكتوبر في كل سنة، لأن هذا الصادف اليوم اللي تم فيه تحرير القدس. هذا اليوم لا نعتبره هو يوما للقدس، تم يخلدوا حزب الكرامة كل سنة في التاريخ على المستوى الوطني. نظمت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين اليوم بنواكشوط ندوة تحت عنوان السيرة النبوية المشرفة، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف. نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ الشيخ الحندي قال إن الهيئة الوطنية للمحامين يشرفها اليوم في شهر المولد النبوي الشريف أن تستذكر جانبا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستلهام المبادئ واستخلاص العبر ولفت الانتباه إلى الجانب الحقوقي الوضاء في ديننا الحنيف. كما تخللت الندوة عدة مداخلات تناولت السيرة النبوية المشرفة. في الخبر الرياضي، تتواصل بالعاصمة نواكشوط لليوم الثالث على التوالي فعاليات الأيام الأولمبية المنظمة من طرف اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية بدعم من التضامن الأولمبي، وقد عرف ثالث أيام هذه التظاهرة إجراء أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية متنوعة. وثالث أيام الأيام الأولمبية التي تنظمها موسميا اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية بدعم من التضامن الأولمبي لصالح عدد من تلامذة مدارس الأحياء الشعبية بالعاصمة. التلامذة المشاركون بهذه التظاهرة الرياضية الأولمبية تابعوا اليوم محاضرة حول الميثاق الأولمبي والمشاركات الموريتانية بالألعاب الأولمبية خلال دوراتها الماضية، محاضرة قدمها عضو اللجنة التنفيذية باللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية ورئيس البعثات على مستوى الألعاب الأولمبية السيد عبد الله أول الناجي، وذلك بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الدكتور محمد محمود لما. استعرض من خلالها عبر الصور التاريخ الحافلة للحضور الموريتاني في مختلف الرياضات والمنافسات التي تشهدها دورات الأولمبياد والألعاب الأولمبية. هذه الأيام الأولمبية تنظمها اللجنة الأولمبية برئاسة الدكتور محمد محمود لما كل سنة، وهي داخلة في إطار أنشطة اللجنة الأولمبية وبرامجها السنوية، والهدف منها الأساسي هو على أنها تجمع عدد من التلاميذ فئة عمر متوسطة
15 16 17 سنه في الاعداديات، واساسا مركزه على التلاميذ اللي في الاحياء ما هي في وسط العاصمه. واولا فرصه يجابرهم بيناتهم، ثانيا هذه الايام تتركز على محاضرات، راكم شفتوا اليوم محاضره عن الالعاب الاولمبيه، كي نعطى المشاركين والتلاميذ نعطى لهم فكره عن الالعاب الاولمبيه، الكيفيه اللي يعدلوا بها والكيفيه اللي يحضروا بها والكيفيه اللي تحضر بها اللجنه الاولمبيه. التلاميذ المشاركون عبروا عن ارتياحهم الى الاجواء التي تطبع هذه الايام الاولمبيه. جزاهم الله خيرا على المبادره الاولمبيه، جينا حتى عندنا وتعلمنا فيها ياسر من الثقه، وتعلمنا فيها ياسر من الحماس والرياضه البدنيه، وزينا عندنا انشاك اللجنه الاولمبيه الوطنيه على هذه الايام، استفدنا منهم الكثير في مجالات الثقافه والرياضه، تنظيم السهرات ثقافيه وثقافيه تحفيزيه، جبنا في ياسم الخبرات ما كانوا عندنا. اللجنة المنظمة لهذه الأيام أعدت الليلة البارحة سهرة ترفيهية لصالح التلاميذ، تميزت بعدد من الألعاب الرامية إلى اختبار مواهبهم وقدراتهم الذاتية. في ملف النشرة لهذه الليلة، يتجه البنك المركزي الموريتاني لإصدارات نقدية جديدة، وقد شرعت هذه المؤسسة المالية في رسم خارطة طريق لنظم الدفع ومحاربة غسيل الأموال. الملف التالي يستعرض الموضوع بتفاصيل أكثر. وسائل ونظم الدفع طار تفرضه مواكبة التطور والنمو الاقتصادي. وفي بلادنا يتجه البنك المركزي الموريتاني لإصدارات نقدية جديدة في سياق المحاور الأساسية للاستراتيجية الثلاثية للفترة 2016-2018. وانطلاقا من واقع بتحديات كبيرة وعملا بتوصيات الخبراء والفاعلين الاقتصاديين في عدة لقاءات وندوات، شرع البنك المركزي الموريتاني في رسم خارطة طريق لتحديث وسائل ونظم الدفع بهدف جعل المعاملات التجارية أكثر رسمية وانسيابية، ومحاربة غسيل الأموال والتزوير وإعطاء الأوقية قيمة أكبر. قطع نقدية ما كانت تشتغل وعادت تلعب دورها أوراق نقدية، نعتبر على اليوم ورقة 100 ورقة 200 هي اللي تلعب دور القطاع النقدية. معناها نحاس اليوم، ولا أدري سؤال بسيط، إذا سولتكم كاملين اليوم كان فيكم حد لبنتو الحاسة؟ ما ظهر لي عنها اللي يعود حد منكم عنده الحاسة لبنتو. فايت 10 إلى عاد ما تجيب شيء، وشن هم فايت هذه العشرات اللي عندنا اليوم اللي هو اللي ما يجيبوا شيء. بالعكس عندهم تكلفة فيهم اللي لا بد من يصنعوا ولا بد من ينتقلوا ولا بد من يعدوا ولا بد من ينخزوا. مثلا فهم ياسر من جوانب اللي تودي على انها تسييرهم وصيانتهم صعبه شوي ومكلفه. اذا عاد قلنا على انها عاد تلعب دورهم هذه ورقه 100 و200 نعات مري تلعب دورهم هذه ورقه 200 عاد ورقه معناها على انها مثلا ديمومة تبادل هذا يودي على انها تخسر بالعشر. وينطلق البنك المركزي بخصوص تحديد وسائل ونظم الدفع من محاور أساسية تشمل سحب وإلغاء الأوراق والقطع النقدية المتداولة حاليا، وتعزيز قيمة العملة الوطنية عبر تشجيع استخدام القطع النقدية، وتعزيز الخدمات المصرفية والولوج إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء البلد، وتعميم وسائل الدفع عبر النقدية والإلكترونية كبدائل للاستخدام المفرط للنقد. ثم انتشار واسع، وهذا شفناه في استخدام بطاقات مصرفية. إذا ثم تداول واسع وانتشار مفرط للنقد.
وهذا يكلف حقيقة والله عنده تكاليف باهظة في تسيير لا تسيير هذا النقل ابتداء من نقله مثلا لا عملية المحاسبة وفرزه ومثلا خزنوه تخزين وتدمير هذا الحقيقة مكلف إلى أقصى درجة. ثم صعوبة أخرى جبرناها هي تسيير تداول متزامن لعدة سلاسل لأن عدة سلاسل اليوم عملتنا على سبيل المثال الوراق النقدية ست فئات منها والقطع النقدية كذلك ست فئات وهذا خلقوا فيه عدة تحسنات السنوات الماضية غير عاد صيانته وتسييره صعب. فهم نوعية الأساس الأوراق النقدية وهذا دور تعود لاحظتون انتم خلال أوراق 100 وأوراق 200 وأوراق 500 دور تشوفوا عنهم عياوي ينتحاو دور تشوفوا عنهم ما هم حقيقة فهم نقص انتين. وهم مشكلة القطاع النقدي اللي اليوم حقيقة ما نعتبروا أنهم عندهم دور اقتصادي في الوقت اللي هم عندهم تكلفة. واعتمادا على سياسات العقلنة وتحسن مناخ الأعمال قام البنك المركزي الموريتاني في إطار رسم الاستراتيجية الجديدة لتحديث وسائل ونظم الدفع بتنظيم عدة ندوات ودراسات وأطلق عدة مشاريع في إطار خطة العصرنة. هذا التغيير اللي يخلق ما عنده أي تأثير للقدرة الشرائية للمواطن اللي كان يشتري. أنا نسمع الواقيج يقولوا أنا كنت نخلص 100,000 هارك الله نخلص 10,000 يقال بدلا من يقول أنا كنت نخلص 100,000 نخلص 10,000 لا يقول أني أنا كنت نشري بوش غاز ب 3,500 عارفين يشري ب 350 كنت كيراي دار المنزل اللي ساكن فيه كنت كاليه ب 40,000 وقية بعدين خلصوا ب 4,000 وبالتالي ما فهم ربح وما فهم خسارة من ناحية القدرة الشرائية ذابتة وما فهم أي مخاطر سوى هي سنهية قد تأثر على القدرة الشرائية للمواطن في إطار هذا التغيير. ومن جهة أخرى يرى الخبراء أن استخدامات وسائل الدفع ما زالت ترتكز بالأساس على النقد إذ أن معظم المعاملات التجارية تتم تسويتها نقدا وهي وضعية تؤدي حسب العارفين بالشأن المصرفي إلى تكاليف إضافية هذا بالإضافة إلى عوامل خارجية بالنسبة لجهة إصدار العملة وانعكاسات مشحفة على المجتمع بأسره نظرا للتكاليف الباهظة في مجالي التسيير وإدارة النقد. ما يتعلق بالنمو والناتج المحلي الإجمالي اللي يلاحظ أن فهم زيادة ناتج الإجمالي المحلي ب 1063 مليار وقية وهذا يودي مثلا ارتفاع ب 785 مليار وقية من سنة 2009 إلى هذه السنة معناها أنه مشى من 785 مليار وقية سنة 2009 ووصل إلى 1829 مليار وقية سنة 2017 يعني هذا يمثل زيادة تقدر ب 135%. العملة الوطنية الأوقية تحتفظ باسمها والتغيير المنشود مسعى من الدولة الموريتانية إلى اعتماد قاسم مشترك للوحدة النقدية وتكييف العملة المحسنة مع كل مبلغ مكتوب على الورقة أو القطعة النقدية ويتمثل ذلك بتقسيم المبالغ على 10. هذا الملف الذي أعده الشيخ المحيميد ننهي هذه النشرة إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يغادر العاصمة نواكشوط متوجها إلى باريس للمشاركة في القمة الدولية حول المناخ وفي الاجتماع الرفيع المستوى حول الساحل. جثمان الدركية الشهيد عيسى حمادي والصنبا يصل إلى العاصمة نواكشوط قادما من مدينة برايا بجمهورية وسط أفريقيا. و
وتابعتم في ملف النشرة التحول النقدي الجديد آفاق واعدة. أشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.